هتشعر منذ لحظة دخولك بوابة الجمعية الجغرافية المصرية بتاريخ مصر يطل عليك من كل مكان. مبنى الجمعية العريق اللي عمره أكثر من 150 سنة جزء من الطراز المميز للعمارة الخديوية بقلب القاهرة. عن يمينها وشمالها مبنى مجلس الشيوخ والنواب، وبالقرب منها مبنى المجمع العلمي المصري وقصر أحمد خيري باشا وزير التعليم في عهد الخديوي إسماعيل، اللي أصبح فيما بعد أول مقر للجامعة الأمريكية بالقاهرة. الجمعية مازالت بعد 147 سنة من إنشائها تحمل بصمات مؤسسها الخديوي إسماعيل، وبعده المسؤولين وشخصيات الكبيرة اللي اهتموا بيها وبعلمائها، ومنهم الأمير محمد علي توفيق وعباس حلمي الثاني وفؤاد الأول وإسماعيل صدقي ومحمود الفلكي باشا. الجولة في الجمعية ممتعة جداً. الزائر هيشوف خلالها وثائق وخرائط ومقتنيات نادرة جمعها علماء مصريين وأجانب خلال رحلتهم لاكتشاف أفريقيا ومنابع النيل. 30 ألف مجلد جغرافي و325 دورية علمية وأكثر من 12500 خريطة نادرة، بالإضافة لنسخة أصلية نادرة من كتاب وصف مصر. الخديوي إسماعيل كان هدفه أن الجمعية تكون همزة وصل مع القارة الأفريقية وتصبح دار محفوظات للأثار والتحف وكل ما يتعلق بنهر النيل. الجمعية بتضم الآن خرائط الدولة المصرية بحدودها منذ فجر التاريخ الحديث، ومن أول خريطة رسمها العالم محمود باشا الفلكي للقطر المصري بتكليف من محمد علي. الجمعية الجغرافية بتضم أيضاً بين جدرانها أقدم متحف إثنوغرافي مصري يحتوي على نماذج لعادات المصريين وتقاليدهم، ومنها ملابس وأدوات تدخين وألعاب ونماذج نادرة لحرف وصناعات قديمة لأبناء وادي النيل وجنوب مصر. هذا إلى جانب بانوراما كاملة لمراسم افتتاح قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل وخرائط مجسمة للمجرى الملاحي وتطور مدن القناة. لكن بقدر ما يشعر أي مصري يزور مقر الجمعية بالعزة وبالفخر، هيشعر في الوقت نفسه بالأسف والحزن لما آلت إليه أحوال هذه الجمعية العريقة اللي بتحتاج للكثير من الدعم والاهتمام والرعاية لجزء عزيز جداً من تاريخ مصر ومجدها العظيم.